مساء الخير واهلا بيكم في عربود اكسترا وجديد الاخبار العربيه والعالميه. ازيك يا احمد؟ ازيك يا خليل واهلا بحضراتكم ويلا بينا نبدا حلقتنا. مساء الخير مرة تانية، والنهاردة هنخصص جزء كبير من حلقتنا لمواكبة فعاليات مهرجان موازين إيقاعات العالم من المغرب، والبداية هتكون مع رويدة عطية وملحم زين. وبجانب أغانيها كان لرويدة حضور مميز من خلال أغاني عبد الحليم اللي كانت حريصة جدا على تجهيزها لغنائها أمام الجمهور المغربي، زي أغنية أنا كل ما أقول التوبة. ملحم كان سعيد جدا بمشاركته السنه دي وانه هيقابل جمهور المهرجان العظيم مره تانيه. شعور جميل جدا، شرفوني بهالدعوه على المغرب وعلى موازين. هي ثالث مره نحن بموازين، مهرجان الاكبر عربيا وافريقيا، شيء مهم جدا. وكالعاده كان محضر للجمهور مجموعه من اجمل اغاني. اغانينا متنوعه بين دبكه اللي هو اللون اللبناني، بين الاغاني الرومانسيه وغيره. واضح ان الفترة اللي جاية مشغول جدا بالجديد اللي بيحضره. عم نحضر الاغاني مش لبنانية، عم نحضر شيء غير لبناني، وان شاء الله لبناني بعد الصيف باذن الله. هيك حننزل كذا عمل. اما رويدة فكانت على طبيعتها جدا اثناء المؤتمر الصحفي اللي اقيم بفيلا الفنون، حتى لما تسألت عن حياتها الشخصية جاوبت بصراحة. موضوع الحب شو بدي اقول لك، يعني سبق وحكيت انا وراغب، كنت لاول مره بقول له لراغب عنده انه انا عايشه قصه حب مع اول حب بحياتي وان شاء الله حيكون اخر حب بحياتي. وكمان كانت دبلوماسيه لما جاوبت عن ابتعاد ديانا كرازون عن الساحه الفنيه مؤخرا. انا ما فيني احكي عن اي شخص موجود بالساحه لانه ما بعرف شو هو ظروفه، بالعكس بتمنى له التوفيق، بتمنى يكون عنده حضور اكثر لانه ديانا بوقت سوبر ستار حصدت محبه كثير كبيره من الجمهور العربي. وما انكرتش انها ما سمعتش اخر اغنيه لديانا واللي صدرت بعنوان مش مسموح. في فنانين بحرص اني يكون عم بسمعهم بشكل دائم، مثل اي شخص يعني بكون عندي فنانين مفضلين اللي بس على لم بس نزلوا عمل دغري روح اسمع. اليسا اكيد بحب كثير كل شيء بتقدمه، واكيد سلطان طلب جورج والسوف، يعني انا هذول من الاشخاص اللي انا جدا بحبهم. عندك سميره سعيد، بس بشكل عام اذا بدي اقعد اسمع كل الفنانين ما بلحق يعني. الحفله دي ليها مذاق خاص، مش بس عشان مهرجان موازين من المهرجانات العريقه، ولكن كمان عشان العشره الطويله اللي بينها وبين ملحم زين من 2003. أنا وملحم يمكن أكثر قريبين لأنه بنلتقى بكثير حفلات وكثير مهرجانات وهيك، وكنت سعيدة جدا بشفت الإعلان، يعني إني أنا وملحم عن جد حسيت إنه لحد هذه اللحظة نحن منعيش بماضي حلو صنعنا يعني. وخلال فترة عيد الفطر طرح عدد من النجوم أعمالهم الجديدة بمثابة معايدة لجمهورهم اللي بيستنى جديدهم. من النجوم دي كان راغب علامة ونوال الزغبي ووائل كفوري. وائل كفوري أصدر أغنية بعنوان أخذت القرار من ألبومه اللي بيستعد لطرحه قريبا، وهي من كلمات الشاعر منير بوعساف وألحان ملحم بوجديد. خلاص أخذت القرار، يعني هي بعد ما أصدرت نوال الزغبي أغنية قالوا من شهور، طرحت الفيديو كليب الخاص بالأغنية في فترة عيد الفطر. أما نيلي مقدسي فطرحت فيديو كليب أغنيتها الجديدة هلا هلا اللي أخرجه بشير لاغوسيس، وظهرت نيلي في الكليب بأكتر من لوك مختلف وكأنها بتعكس شخصيات نساء العالم، وبتوصل رسالة عبرت عنها في آخر العمل بجملة كوني امرأة أو بي أوم. هلا 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 ميت هلا، ما في أجمل من مكلالة. كما طلعت مايا دياب كليبها الجديد بعده بتوقيع المخرج جاد شويري، الأغنية من كلمات أحمد ماضي والحان زياد برجي وتوزيع هادي شرارة. بدي أتشكر زياد برجي لأنه ما بيوقف بولا ثانية أنه يعطيني
احلى اغاني احمد ماضي، يعني هالقد بقدر انبسط بالكلمه اللي بيقولها. هذه الشراره بياخذ الموسيقى وبيعليها لمستوى غير متوقع دايما. وبعده بيسالني بعده اذا كنت بحبه بعده، وانا ما بقدر على بعده، انا والله بحبه كتير. الفنان العراقي الشاب مهند المرسومي اصدر فيديو كليب بعنوان دلوعه من اخراج رنا ظاهر. دلوعه ومن الحب ممنوعه، لكن قلبي الملعون طلع لعيونها. طلعت يارا كليب اغنيتها الجديده متون اللي تعاونت فيه مع المخرج جيل الغبري. سوي روحك ما تبيني وانت حيل تموت فيني. اما راغب علامه فقدر كليبه الجديد اللي باعنا للمخرج زياد خوري يحصد اكتر من 2.5 مليون مشاهده بعد ايام قليله جدا من طرحه على يوتيوب. اللي باعنا خسر دلعنا، راح لحاله يلا يودعنا بالسلامه والقلب نسيه. فاصل وراجعين. النجم محمد حماي احيا حفل جماهيري كبير بمهرجان موازين ايقاعات العالم. كمان شركته في الحفل النجمه بوسي، وكان باين عليهم جدا السعاده. الحقيقه ان السعاده ظهرت اكتر على وش حمائي في المؤتمر الصحفي اللي عقده في فيلا الفنون بالرباط، واللي غلب على اسئلته روح ماتشات المونديال. الحقيقه بمنتهى الحياد، ومش لاني موجود هنا، المنتخب المغربي كان احسن منتخب قدم كوره في كاس العالم. وفي اليوم التالي وقبل صعوده على المسرح بلحظات، كان ده كلامه للجمهور اللي هيقابله للمره الثانيه في موازين. اللهم وحشتوني جدا، واتمنى يا رب ان شاء الله نعمل حفله حلوه. كمان وعد بان الحفله دي هتكون مختلفه. حضر لهم اغاني كتير ما سمعوهاش، يعني من اخر مره كانت 2012، ففي البومين ما غنيناهمش هنا، فان شاء الله هنغنيهم. وصعد حمائي على المسرح وسط ترحيب شديد من الجمهور اللي حمل لفتات عبرت عن حبهم ليه. وكتحية للجمهور المغربي قدم أغنية الراي الشهيرة حكمة الأقدار. وكمان حرص انه يحيي المشاركين في فريقه من برنامج ذا فويس الموسم اللي فات من المغرب. كان عندي 3 أصوات في فريقي من المغرب، عايز اسمع لهم تحيه كبيره جدا، وانا بتوقع لهم نجاح كبير. وخاصه بالتحيه شيماء اللي كانت موجوده ضمن جمهور الحفل. شيماء عبد العزيز. شيماء موجوده حمائي كان بغي بزاف، وشرف لي انه جيت. وتقديرا للمغرب وجمهوره رفع العلم المغربي والتف بيه. وفي آخر الفقرة فاجأته بوسي بصعوده على
وان شاء الله اعمل الحاجات تنجح نفسها نجاح ايضاً. اندمجت جدا مع الجمهور ورقصت على اكتر من اغنيه. بوسي غايبه عن الظهور الاعلامي من فتره وربطوا البعض برفع اجرها. ملوش علاقه، انا اذا كنت ما بظهرش في مثلا في برامج كل يوم مثلا بتشوفك ولا كل كام يوم بتشوفك في برنامج فهتزهق منك، لكن كل ما تقلل نفسك من البرامج اكيد انت بتوحشهم، فما بتظهر في برنامج فكله بيبقى منتظر اللقاء ده او الانترفيو اللي بيحصل. تقديمها الألبوم غنائي هو مشروع مؤجل لأكتر من مرة. مش عايز استعجل فيه عشان عايزة أما أعمل ألبوم يبقى مختلف عن أي حاجة بعملها، يبقى فيه حاجة جديدة. هنزل سينجل في يعني في آخر الشهر ده أو في أول الشهر اللي جاي ويا رب يعجب الناس. البعض بيصنف شيرين بأنها مطربة مصر الأولى، فهل بوسي بتتفق مع الرأي ده؟ فنانة شيرين نجمة كبيرة ومش سوبر ستار، ده ميجا ستار، ويعني ويا شرف مصري يعني بجد يعني. بس احنا برضو ما شاء الله عندنا نجوم كتير ما شاء الله سوبر ستار يعني. مكملين في المغرب وتحديدا من مسرح محمد الخامس واللي شهد تألق الشباب الجزائري أعضاء فرقة بابلون الشهيرة. وطبعا احنا عارفين ان فرقة بابلون بتجمع في أغانيها بين مختلف الأنماط الموسيقية المحلية الجزائرية والعالمية. من بداية رحلتهم للمغرب رافقناهم وكانت أول محطتهم المؤتمر الصحفي قبل الحفل. بحضور أبطال فيلم المصري كارما احتفل صناع العمل بالعرض الأول عربية لي بمول الإمارات بدبي. وإحنا طبعا عارفين أن عرضه الأول بمصر كان قبل العيد مباشرة، وده بعد اجتياز صناع العمل للأزمة اللي كادت أنها توقف عرضه في اللحظات الأخيرة. من صناع العمل كان المخرج خالد يوسف على رأس الحضور في العرض الأول في دبي، وحرص على إلقاء كلمة تعريفية بالفيلم داخل قاعة السينما قبل بدء العرض. فالفيلم ده طرح أسئلة كثيرة جداً عن الفوارق الطبقية اللي موجودة في العالم ما بين الشعوب الفقيرة والشعوب الغنية. الحجر ده هيشغل شكرة القلب. أنت بقى تتم كل حاجة من قبل ما تاخدي أي حاجة. أما عن سحب ترخيص عرض الفيلم وإعادته مرة أخرى فوصفه بالارتباك. المسؤول على ما يبدو اللي شاف التريلر بتاع الفيلم وشاف الدعوة اللي فيها كلام جامد شوية قال لك يا نهار أبيض الفيلم ده هيفجر أزمة يعني، فأخذ القرار ده دون أن هو حتى يشوف الفيلم، وده كان خطأ طبعا. صلحته المؤسسات السيادية ورجعت الفيلم فورا. مالك مش زي الأول؟ طب ما تجرب الحباية اللي كلهم بياخدوها دي، سطرت بيوت كتير. وأنا اللي تعبان جو يا ابونا. جدل كبير أحدثه سحب الترخيص، اعتبر البعض دعاية مجانية للفيلم، لكن لخالد يوسف رأي مختلف. أكيد فكرة منع فيلم بتأثر بالإيجاب مش بالسلب، لكن في حالتنا احنا لأنه السحب حصل النهاردة فالدنيا كلها اتكلمت عليه، وعودة الفيلم بتصريحه مرة أخرى حصلت بعد بضع ساعات فما اتنشرش قوي بنفس الكثافة بتاعت المنع. بتعرف المنع دايما خبر صحفي أهم يعني. ولا الأرض اللي وعدنا دي مبلطجين عليها ودي أرض الدولة، الناس هي الدولة يا ده. وفي غياب أبطال الفيلم أصرت زينة على الحضور ومشاركة جمهور دبي العرض الأول. دايما أفلامي بتتعرض في دبي ودايما ناس بتيجي، بس أنا كنت دايما بيبقى عندي حاجات، فلقيت إنها فرصة كويسة قوي إن أنا أجي أحضر الفيلم مع الجمهور. رحتي له ليه؟ ما عملتش حاجة ولا قادرة ما حدش كمان. ودي كانت توقعاتها لنجاح كارما. نسيبها على الله، بس أكيد هنا هيعجبكم قوي أنا متأكدة إن شاء الله، لأنه فيلم تقيل ومهم وكلنا عاملين فيه مجهود كويس، بداية من المخرج للممثلين لكل الناس. كل الناس هتبح ناس بسكينة واخدة سلم الحضن واحدة تانية. كمان حضرت الفنانة سارة التونسي عشان تحتفل بأول مشاركة سينمائية ليها. دي أول مشاركة ليا في السينما العربية، الحمد لله أنها كانت من الباب الكبير زي ما بنقول، لأنها بداية مع المخرج الكبير خالد يوسف ومع مجموعة من النجوم الكبار اللي موجودين معنا في الفيلم. قالوا بإذن الله كل النجاح، لأنه فيلم يستاهل أنه ينجح، بيجمع أكتر من حاجة، أكتر من موضوع، فيلم بيرضي كل الأذواق.
هل هو فعلا الزفاف الملك الثاني؟ ده طبعا بعد ما اتجوز الثنائي كيت هارينغتون وروز ليسلي، وبقى خبر الموسم بعد زواج الامير هاري من ميجان ماركل. الثنائي حبوا بعض في مسلسل جيم اوف ثرونز منذ عامين، واتجوزوا من كام يوم في كنيسة رين في ابردنشير. You know nothing, Jon Snow. كيت هارينغتون وروز ليسلي يلي بيجسدوا ادوار الحبيبين جون سنو وإيغريت بالسلسله الشهيره جيم اوف ثرونز، احتفلوا بزفافهم مع العائله باسكتلندا مسقط راس العروس، كما شهد الحفل تواجد زملائهم ابطال جيم اوف ثرونز بما فيهم بيتر دينجلتش، ميزي ويليامز، سوفي تيرنر وإيميليا كلارك. وأطلت العروس روز بطلالة بسيطة بثوب زفاف أبيض تقليدي من توقيع المصمم اللبناني العالمي إلي سعب، مع طرحة طويلة مسك بيد ولدها يلي استحبها إلى عريسة. وخرج الزوجين من الكنيسة من بعد الانتهاء من مراسم الزواج، وقفزوا بسيارة لاند روفر مزينة من الخلف بعبارة Just Married. يظهر ان السنه دي سنه السعاده لدانا حمدان، واللي قالت ان دورها في مسلسل مليكه من اهم الادوار اللي قدمتها في حياتها. ده غير طبعا سعادتها بجواز اختها الفنانه مي سليم والفنان وليد فواز، واللي كلمتنا عنه وعن جدتها كمان في لقائنا اللي جاي معاها. مشوار قصار لدانا حمدان، لكنها قدرت من خلاله تبني لنفسها قاعده جماهيريه كبيره، وده لان همها الاول والاخير هو النجاح، زي اللي حققته في مسلسل مليكه اللي لعبت فيه شخصيه كارما. دور كان عاجبني جدا جدا، وبجد انا السنه دي ما كنتش ناويه ان انا اشتغل، ولما رحت قابلت الاستاذ شريف وقعدنا زي ما قلت لك واتكلمنا على تفاصيل الدور، قلت لا ده استحاله انا افوته، ده انا لازم اعمله. انت بتهزر صح؟ بتكلم بجد؟ واختيارها لللوك اللي ظهرت بيه كان مهم جدا في تكوين الشخصيه. كان مفروض تبان بشكل حاد، يعني شخصيه لتحدى، فالباروكه برغم ان هي لونها كان قوي شويه بس انتالي ادت الاحساس او الشكل اللي انا كنت عايزه اوصله. كارما عبد الوهاب الدالي، مصريه امريكيه. وعوامل كتير ساعدتها في نجاحها لتقديم الدور، اهمهم مصطفى فهمي واللي جمعها بيه مشاهد كتير. بشوش وبوزيتيف انرجي، انا بالنسبه لي اعتبر لسه في اول الطريق، وهو كان بيديني طاقه ايجابيه فظيعه. كفاره بالمصري، عارفة يعني كفارة بالمصري ولا أترجم مالك؟ وعرفت منين إن هم أفرجوا عني؟ وكمان كانت سعيدة بمشاركتها في عمل هو البطولة الأولى لدينا الشربيني. دينا ممثلة هايلة، ودي حاجة أصلاً إحنا كلنا عارفينها، دي فرصة كويسة جداً ليها، ومتهيألي أن الأوان هي كانت جاهزة ليها. دايماً ليها كونسبت في اختيار أدوارها لا يمكن تتنازل عنه. أول ما جيت مصر بعد مسلسل العراف دايما يجي لي لبنانيه، وانا رفضت، عايزه اثبت ان انا ممثله عندي قدره ان انا اقدم اكتر من دور، مش مجرد شكل واحد محدد اللي انتوا شايفيني فيه. انا بس مستغربه ان انت وباهر داخلين خارجين عليا عادي جدا. ده انا فرحتها كانت كبيره جدا بارتباط شقيقتها مي سليم بالفنان وليد فواز، وده الارتباطها القوي بيها وبنتها ليلي. الف 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 مبروك الجواز. وان شاء الله يا رب يا مي يوفقك ويسعدك انت وليد حبيب قلبي. ليلي دي روحي وقلبي وعقلي وحياتي وكل حاجه، وشبهي وبرج الميزان زيي، وعيد ميلادي قبليها بيومين، ومي تفضل تقول لي يعني انا مش كفايه، انت كمان خلفت واحده كوبي منك يعني. والارتباط شقيقتها مش هيشجعها لارتباطها قريب؟ اما يجي اختي يجي ينور يتفضل وانا افكر. فاصل اخير وراجعين. داخل ملعب الجوهرة عاد راشد الماجد لجدة بعد غياب 11 عام، واختتم حفلات العيد بحفل مميز وسط أجواء احتفالية كبيرة، وبعدها قدم الماجد الشكر للهيئة العامة للثقافة ولشركة روتانا المنظمان للحفل. في ليلة صيفية رائعة تألق الفنان راشد الماجد بحفله الرائع بجدة أمام جمهور تجاوز 6000 من الحضور من الجنسية. كل عام وانتم بخير، وأقول لديرتنا الغالية الله يديم عليها إن شاء الله الأفراح والرخاء يا رب، وإن شاء الله نستمتع بعيدنا، وكل عيد أجمل من القادم إن شاء الله. الله
أجواء الحفل كانت مبهجة جدا، والجمهور كان متفاعل مع عن ماجد وقدم أكتر من 27 أغنية من أجمل أغاني. الأصداء الرائعة للحفل انتقلت من المسرح للسوشيال ميديا، بحيث عبر الكثير من عشاقه عن حبهم ليه. ومفاجأة الحفل كانت بغناه لأول مرة تتر مسلسل العصوف اللي حقق نجاح كبير. الله يا عمر انقطع بين الأماني والجروح. الحفل هو الأول لراشد الماجد بجدة منذ أكتر من 10 سنين، وهو اللي زاد من فرحة الجمهور. أنا سعيد، أنا أول مرة أحضر حفل لراشد الماجد، ويمكن هذه فعلا بعد انقطاع 10 سنوات. حفل جميل، الحفل متألق سواء من الحضور الرجال النسائي. كان حفل جدا رائع، وكان تفاعل الجمهور جدا كبير ومرة حلو. وطبعا الفنان راشد الماجد لي جمهور من جميع الأعمار، واستمتعنا الصراحة، يعطيكم ألف عافية. هي والله جاي من الإمارات اليوم الصبح، عسبت بس ألحق على حفلة راشد لأني من معجبين راشد تقريبا من 7 أو 8 سنوات. قطعة شعار العيد في السعودية نظمت روتانا عدد كبير من الحفلات الناجحة. نفخر أن أنجزنا 10 حفلات في 8 أيام خلال عيد الفطر السعيد، وهذا طبعا فضل رب العالمين، فضل دعم الهيئة العامة للثقافة، اللجنة الفنية بإشراف المعالي المستشار تركي آل الشيخ. يعني أمانة هذا الدعم هو أعطانا حافز كبير أن احنا تجينا الجرأة ونعمل 10 حفلات. يعني أنا أعتبر هذا إنجاز كبير، والحمد لله توفقنا فيه. وننتظر المزيد من الحفلات الرائعة من روتانا. موسم العيد بيبقى من أكبر المواسم السينمائية في مصر وفي المنطقة العربية، يعني ممكن نقول كده موسم ضرب نار، وده اللي هيكلمنا عنه الناقد طارق الشناوي في تحليله اللي جاي. لما سألوني قبل عرض الأفلام ولم أكن قد شاهدت أي فيلم منها أتوقع أي، قلت لهم أتوقع أن حرب كرموز يقش الإيرادات، وده ما حدث. أمير كرارة تم تعميده كنجم شعبي، دي حقيقة. بيتر ميمي مخرج بيعرف الإيقاع كويس أوي. الاسم سرور أيمن أبو الدهر. الحالة الاجتماعية It's complicated. ليلة هنا وسرور لا شك هو الفيلم الثاني في الإيرادات. انت اسمك ايه؟ هنا الطويل. لا يزال محمد إمام طبعا هو الورقة الرابعة، يعني إذا كنا بنتكلم على كرمة يبقى خالد يوسف المخرج. لا، في ليلة هنا وسرور اللعب بورقة محمد إمام. انت مش قادها من انت وانت بتفطر في رمضان؟ انا شك انه بيصوم في رمضان. انت مش وطن، انت عرفتني وعمال يتبرع للكنايس. ليه مسيحة يعني؟ كفر دين امه، زعلوا في حاجة سابوا ليه. اي واحد ما يكونش عنده فكرة ويمشي في شوارع المصرية هيعتقد انه لا يوجد فيلم سوى كارما. بيقولوا انهم هيهدوا الحته كلها ويعملوا مشروع كبير قوي. وهيرمونا فين؟ انا لو من الحكومه كنا رميناهم في النيل وخلصنا. اي فمشكله كارما ان الدعايه الضخمه اللي احنا نتصور انها بتلعب دور ايجابي لا بتدور سلبي. رقم 2 ان الفيلم على مستوى اللغه السينمائيه بعيد عن الناس. بابيون هياكل من كرشك حته. قولي ماما تاني. ماما قولي ماما تاني. ماما قولي ماما راما. قولي ماما خلاص بقى خلاص. ألبوم شيكو وهشام ماجد عملوا نقلة على مستوى الضحك أكتر بنسبة أكبر من حبلة فريزر. أنت ملاهي، مفرد ملاهي. إيه مالها؟ مالها بقى، خايفة من إيه؟ لا يا بابا. مشكلة ياسمين أن تقريبا أفلامها أصبحت معلبة داخل إطار واحد، هي ومجموعة أطفال. اسمع مني نصيحة من غير تهزيق وشتيمة، داخل عادي ما بيننا وبتسرق قدام عيننا. قول لي يا عم المجرم إذا مين هتلاقي الجنة.
وبكده بتكون خلصت حلقتنا النهارده. ما تنسوش تتواصلوا معانا على السوشيال ميديا وعلى روتانا دوت نت. شكرا للمتابعه واستنونا بكره. باي باي.